تانية برضو من الأسباب دي هو يعني يمكن يكون سبب مش حلو قوي، ولكن احنا عشان أسعارنا رخيصة، ده برضو بالتأكيد من يعني يمكن الأسباب. تحرير سعر الصرف السنة دي في الموسم السياحي خلى ان الأسعار منافسة، خلى ان التواجد المصري بقى منافس جدا فيما يتعلق ببرامج السياحة اللي قارناها بدول تانية. بالتأكيد يا فندم، بالتأكيد ده برضو من كان من ضمن العوامل اللي احنا جالنا الزيادات دي طبعا. والزيادة لما حضرتك بتقولي في شهر أغسطس، احنا طبعا شهر أغسطس احنا عارفين ان هو شهر من شهور السنة اللي بيبقى فيها أجازات في معظم بلاد العالم، وهو شهر يعتبر من البيك سيزون اللي بيجينا فيه الزباين في موسم الصيف. طيب ما في الأسباب التانية برضو ان احنا لازم نبص لها، ان كان في مشاكل في بعض المقاصد التانية، ودي كانت من ضمن الأسباب اللي خلتنا احنا برضو يكون عندنا شوية زباين طبعا زيادة. على سبيل المثال كان في تركيا عندها مشاكل مع هولندا وألمانيا، كان في تونس، كان في بعض البلاد الأفريقية اللي هي جابت لنا سياح من إنجلترا على الوجه الخاص بمنطقة البحر الأحمر والغردقة. وفي أسباب تانية إنه في مثلا مقاصد تانية كانت بنقول عليها مسولة فولي بوكت زي اليونان وزي أسبانيا، وأسعارهم غالية جدا. كل دي أسباب خلت يبقى عندنا طبعا في زيادات في موسم الصيف اللي احنا فيه ده. بس يا فندم لما بنتكلم عن ان الاشغالات 42% في شهر اغسطس، ده طبعا شامله بسياحه داخليه وسياحه خارجيه، بتكلم هنا طبعا بفصل الصيف، هو موسم بالنسبه للدول العربيه في السياحه المصريه، بنتكلم عن ان ده موسم مصايف، لما تبقى الاشغالات فقط 42% كليالي سياحيه، حضرتك شايف النسبه دي ازاي؟ دي نسبة قليلة جدا، ونسبة بتبقى مؤشر خطر، لأنه طبعا هو النسبة دي واخدة مصر كلها، وإحنا لو أخذنا الديستنيشن يعني بالتفصيل كده سريعا، أنت حضرتك هتلاقي منطقة مثلا الغردقة والبحر الأحمر ومرسى علم، دي كانت العدد اللوكاندات والأوكوبنسي بتاعتها كان بيعدي الأرقام دي، يوصل يمكن ل 70 و80%. لو اخذنا حته زي شرم الشيخ عشان عارفين فيها ان فنادق مقفوله بقى لها كتير لغياب السوق الانجليزي والروسي، طبعا ما نقدرش برضو لان النسبه دي مش ما تبقاش نسبه حقيقيه قوي، لان انا دلوقتي بقول مثلا المراكب العايمه والاقصر واسوان، وانا عارف ان المراكب العايمه والاقصر واسوان ده في مش موسم الموسم الصيف بتاعها طبعا. ده مش الموسم بتاعها خالص. هو فن النسبه وال 45% وال 10 مليون ليله وكل الكلام ده كله طبعا مؤشرات وارقام وبتدينا انديكيشن كويس ان احنا نعرف نشتغل، بس احنا لازم نكون عارفين احنا عاوزين نعمل ايه عشان الزياده اللي احنا شايفينها دي. انا طبعا مش عاوز اقول دي زياده وهميه ولا لا، طبعا هي زياده زي ما قلت لحضرتك في الاول، كل نوع زياده هي حاجه ايجابيه، ولكن احنا لازم يكون عندنا الهدف بتاعنا ان احنا نرجع للاعداد بتاعتنا اللي مصر تستحقها، اللي هي كانت 2008 و2010 وعندنا 15 مليون سايح وبنجيب 12 13 مليار دولار عملة صعبة للبلد. ده اللي لازم نبص عليه.